برغم الأزمة الأوكرانية استمرار تحسن أداء قناة السويس لتحقق 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان رداً على زيارة بيلوسي هي تصعيد غير متناسب وغير مبرر. بوتين يحظر تداول أسهم الشركات الروسية على مواطني ومستثمري الدول غير الصديقة حتى نهاية العام الجاري. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوغراف سلط الضوء على قناة السويس كأهم شريان ملاحي يربط حركة التجارة بين الشرق والغرب. أبرز التقرير استمرار تحسن أداء قناة السويس برغم الأزمة الأوكرانية، مستعرضاً إحصائيات الملاحة بقناة السويس خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف المناظر من العام السابق، حيث بلغت حصيلة الإيرادات التي حققتها القناة 3.6 مليار دولار خلال هذه الفترة بنسبة زيادة 20% عن العام الماضي، فيما بلغت أعداد السفن العابرة لقناة السويس 11,101 سفينة في النصف الأول من هذا العام بنسبة زيادة 13.6% عن نفس الفترة العام الماضي. وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 447 قضية تموينية بمضبوطات 105 أطنان. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 42 طن، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 62 طنا، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 726 قضية من بينها 203 قضايا خبز ناقص الوزن و204 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح تم ضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت 20 طن أقماح محلية. في إطار المنظومة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، نظم قطاع الحماية المجتمعية ندوة دينية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري الجديد في إطار الندوات الدينية التي ينظمها القطاع لتصحيح المفاهيم الفكرية والسلوكية للنزلاء. تأتي الندوات الدينية والتثقيفية كأحد الأدوات الرئيسية في منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية لتقويم سلوكيات النزلاء وتصحيح المفاهيم الفكرية. في هذا الإطار أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري الجديد. قال قائل يتمدح حضرة النبي مخاطباً آل بيت النبي: يا آل طه لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم. نخرج من هذه الدروس وهذه الفعاليات بإنسان جديد ينفع نفسه وينفع مجتمعه، وكذلك بإنسان ساهمنا في أنه لا يعاقب أكثر من مرة
على ذنب أخطأه، نعم يعاقب لأنه أخطأ، لكن لا يعاقب إلا مرة واحدة ثم يعود إلى المجتمع إنسان جديد. تقام تلك الندوات بصورة منتظمة، وهو ما يفتح المجال أمام نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل للاستفسار عن أمور دينهم ودنياهم، وترفع الوعي الديني والثقافي لديهم بما يمكنهم من الاندماج السريع في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة. اجعل مصرنا في أمانك وضمانك يا أكرم من سئل، نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من عضال الناس، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من خيبة الرجاء. جميل قوي أنه يبقى قطاع الحماية المجتمعية مهمته الرئيسية هو التهذيب والتزكية والإصلاح، إن العنصر اللي ارتكب خطأ في المجتمع أن يأتي إلى هذا المكان لنعيده للمجتمع مرة أخرى بصورة جميلة. ده شيء محمود من جانب وزارة الداخلية، ونقول لهم سيروا على هذا النهج، نسأل الله عز وجل أن يسدد رميهم وأن يسدد خطاهم في هذا الجانب. قطاع الحماية المجتمعية وفر لي النهاردة اللي أنا في أي ندوة دينية النهاردة بحضرها أو أي مناسبة دينية بحضر الندوة، أبتدي أسأل عن الدين بتاعي، أعرف معلومات عن الدين بتاعي. إحنا بنستفاد منها حاجات كتيرة قوي، وإحنا ما كناش مقربين من ربنا يعني بزيادة، بس لما حضرنا الندوة وشفنا الشيوخ بتاعة الأزهر واستفدنا منها معلومات جميلة جدا. في الاحتفال بالهجرة النبوية الشريفة، كان الحضور اللافت لمواهب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في الإنشاد الديني، والتي يحرص القطاع على إسقالها من خلال خبراء ومختصين في هذا المجال. أقدر أقول ما رأيت قط مثل ذلك، يعني أنا عمري في حياتي ما شفت الجمال اللي أنا شفته النهاردة ده، يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم يعني أحد المتخصصين في الموسيقى العربية، ينشدون ويمدحون ويتفاعل معهم كل من حضر، جزاهم الله خيرا وجزى الله القائمين كل خير. إحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أحد أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدمها وزارة الداخلية للنزلاء لإصلاحهم وتأهيلهم ضمن منظومة متكاملة من الرعاية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. إحياء قطاع الحماية المجتمعية لذكرى هجرة الرسول إنما هي فرصة لترسيخ مفاهيم دينية وفكرية مرتبطة بدروس الهجرة وسيرة النبي لدى النزلاء، وبما يمكنهم من بداية حياة جديدة عقب قضاء فترة العقوبة، وهذا هو جوهر السياسة العقابية الحديثة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. استدعى البيت الأبيض السفير الصيني في واشنطن تشين جانغ لإدانة تحركات بكين المتصاعدة ضد تايوان. وجدد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في بيان نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التأكيد على أن بلاده لا تريد أزمة في المنطقة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لجزيرة تايوان. وأكد البيت الأبيض للسفير الصيني أنه يريد إبقاء جميع خطوط الاتصال مفتوحة، وأن شيئا لم يتغير بشأن سياسة الصين الواحدة. فرضت الصين عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ردا على زيارتها لتايوان. وقال بيان لوزارة الخارجية الصينية إن بيلوسي زارت تايوان على الرغم من احتجاجات الصين وتدخلت بشدة في السياسة الداخلية للصين، بالتالي فهي تقوض بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها بزيارتها إلى تايوان. ولفت البيان إلى أن بيلوسي وجهت ضربة قاسية لمبدأ الصين الواحدة، مما يعارض
السلام والاستقرار للخطر في مضيق تايوان وعليه. وبناء على التشريعات لجمهورية الصين الشعبية، قرر الجانب الصيني فرض عقوبات على بيلوسي وأفراد عائلتها المقربين. كما أعلنت الصين وقف تعاونها مع الولايات المتحدة حول عدد من الملفات بعد زيارة بيلوسي لتايوان هذا الأسبوع، وتشمل الملفات المحادثات الصينية الأمريكية حول التغير المناخي، وكذلك لقاء مرتقب بين قادة العسكريين واجتماعين أمنيين. وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المناورات الصينية في تايوان بالتصعيد الكبير. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي على هامش منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إن مبدأ حرية الملاحة يسمح لنا بالإبحار في أي منطقة، وأن الصين بالغت في رد فعلها على زيارة بيلوسي. أما فيما يتعلق بالصين بشكل عام، فنحن نملك شبكات تواصل مفتوحة. وحين سنحت لي الفرصة مقابلة وزير خارجية الصينية في بالي منذ بضعة أسابيع، أجرينا حديثا مطولا عن تايوان وسؤال احتمال زيارة السيدة بيلوسي للمنطقة. ترى أيضا وكنت واضحا بشأن أهمية عدم استخدام هذه الزيارة في حال قرر السيدة بيلوسي المجيء إلى المنطقة كذريعة لتصعيد الأمور بيننا أو لأي أفعال أخرى يبدو أن الصين قد اتخذتها على ضوء هذه الزيارة. أما في الاجتماع الذي أجريناه مع وزراء خارجية رابطة أمم جنوب شرق آسيا أو مجموعة آسيان، تكلمنا أكثر عن الوضع في المنطقة وبشأن تايوان بشكل خاص، وشددت مجددا على النقاط التي ذكرناها علنا بالإضافة إلى النقاط التي تشاركناها مع نظرائنا الصينيين خلال الأيام الماضية، ولا سيما بشأن عدم استخدام زيارة السيدة نانسي بيلوسي كذريعة للتصعيد في المنطقة أو لاتخاذ أي أعمال استفزازية، وأنه ما من مبرر أبدا لما فعلته الصين على ضوء هذه الزيارة. وأيضا حثثناهم على إيقاف هذه الأفعال والنشاطات. من جهة أخرى، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الصين لن تعزل تايوان بمنع المسؤولين الأمريكيين من السفر إليها. تصريحات بيلوسي جاءت خلال زيارتها إلى اليابان، المحطة الأخيرة من جولتها الآسيوية. وأضافت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن رحلتها إلى تايبي لا تهدف إلى تغيير الوضع الراهن للجزيرة، بل تهدف إلى الحفاظ على السلام في مضيق تايوان. رحلتي إلى تايوان لا تهدف إلى تغيير الوضع الراهن للجزيرة، بل تهدف إلى الحفاظ على السلام في مضيق تايوان. أشيد بجهود تايوان نحو الديمقراطية، وأؤكد أن الالتزام الأمريكي بالديمقراطية في تايوان وأماكن أخرى لا يزال صارماً. قالت رئيسة تايوان تساي إنغ وون إن بلادها لن تثير صراعات، لكنها ستدافع بحزم عن سيادتها وأمنها القومي. وأضافت رئيسة تايوان أن بلادها ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن على جانبي المضيق. لن نصعد الصراعات أو نثير الخلافات، لكننا سندافع بحزم عن سيادتنا وأمننا القومي، وسنلتزم بخط الدفاع عن الديمقراطية والحرية. نحن ملتزمون بالحفاظ على الوضع الراهن على جانبي المضيق، وكنا منفتحين دائما على الحوار البناء، ولن تسقط تايوان أبدا. فيما تجري الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في المناطق المحيطة بتايوان، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها أرسلت طائرات وسفن ونشر أنظمة صواريخ برية لمراقبة الوضع. وأضافت وزارة الدفاع في تايوان أن عدة سفن وطائرات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان، وصفة أنشطة بكين العسكرية بأنها استفزازية، مضيفة أن الجيش سيجهز الاستعداد القتالي لكنه لن يسعى للحرب. وعلى وقع الأزمة في جزيرة تايوان، وجهت بعض الدول تحذيرات لشركات طيرانها من السفر إلى الجزيرة بسبب المناورات العسكرية الصينية. يأتي هذا فيما قام عدد من شركات الطيران حول العالم بتغيير مسار رحلتها تجنبا للمنطقة المتضررة بسبب المناورات الصينية.
بعدما أجبرت التدريبات العسكرية التي تجريها الصين حول تايوان السفن على تغيير مسارها عبر مضيق تايوان أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، أجبرت أيضا عددا من الخطوط الجوية على إلغاء رحلاتها إلى تايبي، بينما قامت بعض الخطوط الأخرى بتغيير مسارها لتجنب المجال الجوي القريب الذي أغلق أمام الطيران المدني خلال التدريبات العسكرية الصينية، والتي أشعلتها زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. الخطوط الجوية السنغافورية وشركتا كوريا للطيران أعلنت إلغاء الرحلات من وإلى تايبيه بسبب تلك المناورات، كما أعلن المتحدث باسم شركتي ANA اليابانية القابضة والخطوط الجوية اليابانية أن الرحلات إلى تايبيه ما زالت مستمرة كالمعتاد، لكنها تتجنب المجال الجوي المتضرر خلال تلك الرحلات وأيضا في المسارات المؤدية إلى هونغ كونغ وجنوب شرق آسيا. شركة طيران كاثي باسيفيك في هونغ كونغ أعلنت أيضا أن رحلاتها تتجنب مناطق المجال الجوي المحددة حول تايوان في خطوة قد تؤدي إلى إطالة زمن بعض الرحلات، بينما حذرت هيئة تنظيم الطيران الفيتنامية شركات الطيران المحلية لتجنب المنطقة. المجال الجوي المغلق صغير نسبيا، لكن التعطيل الناجم عن أكبر مناورات عسكرية تجريها الصين في المنطقة يعيق السفر بين جنوب شرق وشمال شرق آسيا. من جهتها نددت أستراليا بإطلاق الصين صواريخ باليستية باتجاه المياه المحيطة بتايوان. ووصفت أستراليا المناورات العسكرية في محيط الجزيرة بالمبالغة فيها والمزعزعة للاستقرار. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان أن أستراليا تشعر بقلق عميق حيال الأزمة المرتقبة في مضيق تايوان. قالت الخارجية الصينية إنها قدمت احتجاجات رسمية للدول الأوروبية المعنية ومبعوثي الاتحاد الأوروبي بسبب التصريحات المتعلقة بتايوان والصادرة عن وزراء خارجية دول مجموعة السبعة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. وفي بيان ذكرت الوزارة أن نائب وزير الخارجية الصيني دانغ لي قدم الشكاوى الدبلوماسية أمس. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن التوترات بين الصين وتايوان التي تلت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لن تهدأ قريبا. ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيسكوف قوله إن الصين تتخذ خطوات شرعية تماما لحماية سيادتها وسط هذه الاستفزازات. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تدعم مبدأ الصين الواحدة، مؤكدا ضرورة إعادة الهدوء في مضيق تايوان. وفي مؤتمر صحفي اتهم سيرجي لافروف الغرب بأنه يحاول استخدام حلف أوكوس لتعزيز مصالح الناتو في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وقال لافروف أن أعضاء حلف أوكوس لا يخفون هذا الأمر، منوها بأن اليابان ونيوزيلندا وأستراليا تنجذب إلى الأنشطة التي تشمل توسيع البنية التحتية لحلف الناتو في المنطقة التي توجد فيها وتشكيل سلاسل لوجستية لتلبية احتياجات الأنشطة العسكرية للحلف. أعرب وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا عن خيبة أمل إزاء الأوضاع في ميانمار ودعوا إلى ضرورة إنهاء الصراع في البلاد. التوترات بشأن تايوان ألقت بظلالها على اجتماع آسيان في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع إلى الجزيرة، وهو أمر أثار غضب بكين. خيبة أمل بالغة يشعر بها وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا بعد التقدم المحدود الذي أحرزه الحكام العسكريون في ميانمار في تنفيذ اتفاق سلام يهدف لإنهاء الصراع في البلاد. ففي اجتماع لمجموعة آسيان بكمبوديا التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل الذي يشهد هذه المرة تجمعا دوليا أوسع يضم وزراء خارجية الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان وبريطانيا وأستراليا، خيمت التوترات بشأن تايوان والصين على أعمال المجموعة، وذلك في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه، وهو الأمر الذي أثار غضب بكين.
الاجتماع شهد أيضا انسحاب وزيري خارجية الصين وروسيا عندما بدأ نظيرهما الياباني كلمته خلال الاجتماع. وزير خارجية الصيني وانغ يي ألغى اجتماعا مع نظيره الياباني كان من المقرر عقده في كمبوديا على هامش قمة آسيان، وذلك بعدما أبدت الصين استياءها من بيان لمجموعة السبع يحثها على معالجة التوتر بشأن تايوان سلمية. قمة آسيان حذرت من مخاطر المواجهة الخطيرة بين القوى الكبرى على الرغم من أن بيان القمة لم يشر إلى تايوان. القمة تطرقت أيضا إلى الأزمة التي اندلعت في ميانمار، وأوصت بأن تعمل على تقييم التقدم الذي أحرزه المجلس العسكري في تنفيذ خطة السلام لإرشاد عملية اتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر تداول أسهم الشركات الروسية على مواطنين ومستثمرين من تصفهم موسكو بالدول غير الصديقة حتى نهاية العام الجاري. وتضمن القرار منع المستثمرين من هذه الدول من شراء الأسهم والاستثمار في الشركات الاستراتيجية والتابعة لها بالإضافة لمشروعات الطاقة. ويشمل المرسوم شركات الحفر والاستخراج الباطني بالإضافة للشركات التي تخدم مجمع الوقود والطاقة الروسي والبنوك الروسية. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن أوكرانيا دعت إلى توسيع نطاق الاتفاق الذي يخفف حصار روسيا على صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود ليشمل منتجات أخرى مثل المعادن. وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني للصحيفة إن هذا الاتفاق يتعلق بالأمور اللوجستية وحركة السفن عبر البحر الأسود. في غضون ذلك بدأ فريق من مفتشين روس وأوكرانيين ومن الأمم المتحدة فحص سفينة شحن فارغة قبل أن تتجه لنقل حبوب من ميناء تشيرنومورسك الأوكراني بموجب اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية. وكان قد سمح لثلاث سفن تحمل 58,000 طن من الذرة بمغادرة الموانئ الأوكرانية، وكانت أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية يسمح لها بمغادرة الموانئ منذ بدء الحرب قد أبحرت من أوديسا الاثنين الماضي متجهة إلى لبنان بموجب اتفاق على فتح ممر آمن بوساطة أممية. من ناحية أخرى، أكدت وزارة الدفاع الروسية قصف 4 مواقع قيادة وكذلك مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 182 منطقة. وفي بيان قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن صواريخ فائقة الدقة قصفت نقاط الانتشار المؤقت لكتيبتين بمدافع هاوتزر من لواء مدفعية تابع للجيش الأوكراني ومستودعات أسلحة الصواريخ والمدفعية جنوبي وسط أوكرانيا. أعلنت روسيا أنها طردت 14 دبلوماسيا بلغاريا ردا على إجراءات انتقامية اتخذتها صوفيا ضد موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وقالت الخارجية الروسية في بيانها إن هذا الإجراء هو رد على قرار غير مبرر إطلاقا من الجانب البلغاري بإعلان 70 موظفا في المؤسسات الروسية في الخارج شخصيات غير مرغوب فيها. أعلنت التشيك أنها تقوم بإعداد خطة وطنية للمشاركة في إعادة بناء أوكرانيا من آثار العمليات العسكرية الروسية. جاء ذلك في تصريحات للسفير التشيكي لدى أوكرانيا راديك ماتولا خلال لقائه نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني. وأشار ماتولا إلى أن خطة التعافي السريع التي طورتها أوكرانيا ستساعد في فهم ما يمكن أن تفعله بلاده لمساعدة أوكرانيا حاليا قبل بداية فصل الشتاء.
نجح الاتحاد الأوروبي في تنسيق 1000 عملية إجلاء طبي للمرضى الأوكرانيين لتلقي الرعاية الصحية في مستشفيات بجميع أنحاء أوروبا. وذكر بيان المفوضية الأوروبية أنه مع ازدياد عدد الجرحى في أوكرانيا تواجه المستشفيات المحلية مشكلة في توفير الرعاية الصحية، إضافة إلى طلب بولندا ومولدوفا وسلوفاكيا الدعم لعمليات الإجلاء الطبي في بلادهم نظرا للتدفق الكبير للأوكرانيين على بلادهم ولتخفيف الضغط على المستشفيات المحلية. وأوضحت المفوضية الأوروبية أنه تم نقل المرضى إلى 18 دولة بأنحاء القارة. أبدى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد موسكو لمناقشة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة عبر اتفاقية على المستوى الرئاسي بين البلدين. وقال لافروف في مؤتمر صحفي بالعاصمة الكمبودية بنوم بن إنه فيما يتعلق بالأشخاص الذين أدينوا في روسيا والولايات المتحدة فهناك قناة خاصة تم الاتفاق عليها من قبل رئيسي البلدين وستظل هي المعنية بهذا الموضوع. أعرب وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين عن قلقه من احتمال قيام بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية أخرى. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن جين أبدى قلقه خلال لقاء جمعه ونظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية قمة شرق آسيا، مضيفا أنه أثار القضية النووية الكورية الشمالية خلال الاجتماع. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. صندوق النقد الدولي يدعو أوروبا لوقف دعم المستهلكين مع ارتفاع تكاليف الطاقة. قال صندوق النقد الدولي إن الحكومات الأوروبية يجب أن تقتصر على حماية الفئات الأكثر ضعفا من الناحية المالية جراء ارتفاع تكاليف الطاقة في محاولة لتحفيز خفض استخدام الطاقة. وذكر صندوق النقد أن السياسة الأوروبية يجب أن تتحول من الدعم واسع النطاق مثل تحديد الأسعار إلى الإغاثة المستهدفة والمتمثلة في تحويل الأموال إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والتي تعاني بشكل أكبر من ارتفاع تكاليف الطاقة. الاستهلاك العالمي للقمح يتجه إلى أكبر انخفاض سنوي له منذ عقود، حيث يجبر التضخم القياسي المستهلكين والشركات إلى تقليل استخدام الحبوب واستبدالها ببدائل أرخص وسط انعدام الأمن الغذائي. المحللون يتوقعون أن يواجه المستهلكون أسعارا أعلى للقمح في النصف الثاني من العام الجاري، وقد ينخفض الاستهلاك العالمي بنسبة 5-8% عن العام الماضي. مع تزايد انعدام الأمن الغذائي يتجه الاستهلاك العالمي للقمح إلى أكبر انخفاض سنوي منذ عقود، إذ يجبر التضخم القياسي المستهلكين والشركات على تقليل استخدامه والاتجاه إلى بدائل أرخص. ومن المتوقع أن يواجه المستهلكون زيادة في أسعار القمح في النصف الثاني من عام 2022، إذ يقوم المستوردون الذين تلقوا حتى الآن الشحنات التي تم شراؤها قبل عدة أشهر ببيعها بأسعار أرخص. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة توقعت أن يكون هناك انخفاض في الطلب على القمح لأعلاف الحيوانات في أوروبا والصين، كما يتباطأ الطلب على القمح للاستهلاك الآدمي في الدول المستوردة الرئيسية حول العالم. منظمة الأغذية رأت كذلك أن الأسعار المرتفعة تثير مخاوف بخصوص الأمن الغذائي في أجزاء من آسيا وأفريقيا، حيث لا تستطيع البلدان تأمين إمدادات كافية من السوق الدولية. وقفزت العقود الآجلة للقمح بنسبة 40% هذا العام إلى مستوى قياسي في مارس قبل أن تتراجع في الآونة الأخيرة، رغم أن الأسعار ما زالت مرتفعة. ويبلغ سعر شحنات القمح من منطقة البحر الأسود من 400-410 دولارات للطن، شاملة تكلفة الشحن والتسليم إلى الشرق الأوسط وآسيا.
وانخفضت الأسعار من ذروة بلغت نحو 500 دولار للطن قبل بضعة أشهر، لكنها ما زالت أعلى بكثير من متوسط أسعار العام الماضي الذي كان نحو 300 دولار للطن. ويواجه الملايين ارتفاعاً في تكاليف الغذاء وانعدام الأمن بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والظروف الجوية السيئة في الدول المصدرة الرئيسية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة مرة أخرى في يوليو مبتعدا عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغه في مارس الماضي. وبلغ متوسط المؤشر الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا 149.9 نقطة الشهر الماضي مقابل 154.3 في يونيو. قال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية روبرت كاليف إن الإدارة الأمريكية تدرس تغيير طريقة حقن الأطباء للقاحات الخاصة بجدري القردة كي تتمكن من تحقيق إفادة قصوى من الإمدادات المتاحة. وأضاف كاليف إن إدارة الغذاء تدرس مقاربة للجرعات الحالية من لقاح جينيوس تسمح لمقدمي الرعاية الصحية تقسيم جرعة واحدة من اللقاح إلى 5 جرعات منفصلة تحقن تحت الجلد. ومع الإعلان عن إصابات تخطت 6000 حالة إصابة، أصبح القضاء على تفشي مرض جدري القردة أولوية حاسمة للإدارة الأمريكية. استراتيجية الولايات المتحدة لمواجهة المرض تتضمن توسيع نطاق إنتاج اللقاحات وتوافرها بشكل كبير، وتوسيع قدرة الفحوصات وجعلها أكثر ملائمة، وتقليل الأعباء في الوصول إلى العلاجات. حرب لا هوادة فيها ومعارك نوعية غير معهودة تواجهها البشرية، فما بين مناطق صراع جديدة تشتعل وأزمات اقتصادية، وما بين فيروس كورونا الذي يأبى أن يرحل حتى مع ظهور لقاحات ومضادات، يأتي جدر القردة ليضعنا أمام مأزق جديد. ففي الولايات المتحدة أعلنت حالة طوارئ صحية عامة ضد جدر القردة في خطوة من شأنها أن تفرج عن أموال وتساعد في جمع البيانات ونشر موظفين إضافيين لمكافحة المرض. وحث وزير الصحة خافيير بيسيرا كل أمريكي على التعاطي مع جدر القردة بجدية وتحمل المسؤولية في مواجهة هذا الفيروس، حيث تجاوز عدد حالات الإصابة على مستوى البلاد 6600 إصابة حتى الآن، ربعها من ولاية نيويورك وحدها. بينما يعتقد الخبراء أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير من التفشي الحالي لأن الأعراض قد تكون مخفية، وكانت الولايات المتحدة سلمت 600,000 جرعة من اللقاح جينيوس الذي طور أساساً ضد الجدري وسمح باستخدامه ضد جدري القردة، لكن هذا الرقم بالكاد يكفي نحو 1,600,000 شخص يعتبرون من الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وبحاجة ماسة للقاح. منظمة الصحة العالمية أعلنت أعلى مستوى من التأهب، وهي حالة طوارئ للصحة العامة على مستوى دولي لتعزيز مكافحة الوباء الجديد، بينما تكافح دول أخرى بتوجيه ضربات استباقية لجدري القردة، وعلى رأسها البحرين التي أعلنت فتح باب التسجيل للتطعيم الاختياري المضاد لفيروس جدري القردة لجميع المواطنين والمقيمين. يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي مناقشة الخطط الكبيرة للرئيس جو بايدن المتعلقة بالاستثمار في مجالي الصحة والمناخ. وقال زعيم الأغلبية في الكونغرس تشاك تشومر إن مناقشات طويلة ستجرى، لكن في النهاية سيفي الديمقراطيون بوعدهم ويمررون هذا المشروع. ويتضمن نص القانون الذي وعد به بايدن خلال حملته الانتخابية ما يقرب من 370 مليار دولار لمشاريع بمجال الطاقة الخضراء ولمبادرات بمجال المناخ، و64 مليار للإنفاق على الصحة. قال
قالت هيئة حكومية باكستانية إن السيول التي تسببت فيها الأمطار الموسمية الغزيرة على نحو غير معتاد أودت بحياة 549 شخصا على الأقل خلال الشهر الماضي. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن الأمطار كانت الأكثر غزارة خلال 3 عقود، فقد زاد معدل هطول الأمطار بنسبة 133% عن المتوسط في الأعوام 30 الماضية. لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون إثر اندلاع حريق في حانة مكتظة بشرق تايلاند. وأفادت الشرطة التايلاندية وعمال الإنقاذ بأن سبب الحريق الذي اندلع في حانة ماونتن بي ما زال قيد التحقيق. وأضافت الشرطة أنه يتم سماع إفادات صاحب الحانة والعاملين بها، فيما يقوم الفريق الجنائي بجمع الأدلة في موقع الحريق الذي نشب بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي في تايلاند. أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أنه يؤيد المضي في انتخابات نيابية خلال مدة زمنية متفق عليها. وأضاف الحلبوسي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيان وضمير مجلس النواب. وشدد الحلبوسي على أهمية المضي قدما في مسيرة العملية الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم وبما يتفق مع المصلحة العليا للوطن. قضت المحكمة الإدارية في تونس برفض طعنين مقدمين في نتائج الاستفتاء على الدستور. وقالت المحكمة الإدارية في بيان إن دائرة قضائية متعهدة بنزاع النتائج الأولية لاستفتاء 25 من يوليو الماضي أصدرت أحكامها بخصوص الطعنين المقدمين في هذه النتائج. ويشار إلى أن المحكمة قضت ابتدائيا بخصوص الطعن المقدم من منظمة أنا يقظ بعدم قبول هذا الطعن. أما فيما يتعلق بالطعن المقدم من حزب الشعب يريد فقد قضت ابتدائيا بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا. ضمن جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة أقيمت بقرية أولاد علي بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج قافلة طبية لمكافحة مسببات العمى. وقام الطاقم الطبي بالقافلة بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة عينيك في عينينا. النهاردة احنا مستهدفين توقيع الكشف على كل الأسر اللي هتتقدم لينا لتوقيع الكشف عليها مجانا داخل احدى المدارس الحكومية بالقرية. الخدمات اللي بتقدم داخل القافلة اليوم هو الكشف وفحص قاع العين مجانا، توزيع الأدوية والنظارات مجانا للحالات المستهدفة. كمان المؤسسة بتقوم بعمل أبحاث اجتماعية للحالات التي تستدعي تدخلات جراحية ليها لإجراء العمليات لتحقيق مدى استحقاق تلك الحالات. القافلة مجانا وبارك الله فيهم وإن شاء الله تتكرر مرات ثانية وثالثة ورابعة. علاج بالمجان ونظارات بالمجان وعمليات بالمجان، ونشكر كل القائمين على الموضوع ذاته. في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد عبر الفيديو كونفرنس في فعاليات منتدى الطريق إلى مؤتمر الأطراف 27. ويأتي المنتدى ضمن 5 منتديات إقليمية يتم عقدها بالتعاون بين الرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة كوب 27 واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة ورواد العمل المناخي رفيعي المستوى لمؤتمر المناخ كوب 27 ومؤتمر المناخ السابق بغلاسكو كوب 26. وأكدت هالة السعيد خلال مشاركتها أن أي عمل مناخي جريء لن يتحقق بدون التمويل الكافي اللازم لدعم الجهود الموجهة نحو التكيف المناخي، مضيفة أن أفريقيا تحتاج إلى 250 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2030 لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا في ملف المناخ.
استعرضت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد طرق تمويل مشروعات التكيف في مصر في إطار الاستراتيجية الوطنية للتكيف التي تم تحديثها وربطها بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وخلال مشاركتها في جلسة الاستثمار في التكيف ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي الأفريقي لمبادرات التمويل المناخي ضمن فعاليات التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، أضافت وزيرة البيئة أن التحديات التي تواجهها مصر مثل باقي الدول الأفريقية ترتبط أكثرها بالتكيف كالبنية التحتية المرنة القادرة على المواجهة لحماية الشواطئ والحد من تآكل السواحل. والآن جاء موعد أخبار المال والأعمال. وآية الكفوري، أهلا بك يا أهلا. شكرا سحر، شكرا ياسر. والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي انطلاق جهود صندوق التنمية المحلية لبدء تنفيذ خطته للعام المالي الجديد 2022-2023. وأضاف شعراوي أن الصندوق وافق على أولى اجتماعاته على تمويل 209 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في 13 محافظة بتمويل يبلغ 2,400,000 جنيه. ولفت الوزير إلى أن صندوق التنمية المحلية يدعم جهود تعزيز قدرة المرأة وتمكينها اقتصاديا في كل محافظة مصر، خاصة المعيلة بالريف المصري. استقرت أسعار الذهب عالميا عند أعلى مستوياتها في شهر في وقت عزز فيه تراجع عوائد سندات الخزانة وتزايد المخاوف بشأن ركود قيمة المعدن النفيس. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1790 دولارا للأوقية. أما على المستوى المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 913 جنيها، ولمس عيار 21 سعر وصل اليوم إلى 1065 جنيها، في حين سجل عيار 24 1217 جنيها. وأخيرا نصل معكم إلى الجنيه الذهب الذي وصل سعره اليوم إلى 8520 جنيها. من أسواق الذهب إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف لتصعد من أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي. وزادت العقود الأجلة لخام برنت 39 سنتا أو ما يعادل 4%، ووصل السعر اليوم إلى 94 دولارا 51 سنتا للبرميل. أيضا ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3%، ووصل السعر اليوم إلى 88 دولارا 81 سنتا للبرميل. في المقابل انخفض أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.35%، ووصل السعر اليوم إلى 3.29 دولارات لكل لتر. عادت أيضا الارتفاعات مرة أخرى للغاز الطبيعي وارتفعت بنسبة 0.11%، ووصل السعر اليوم إلى 8.13 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. طرح أرباب العمل في الولايات المتحدة عددا من فرص العمل أكبر بكثير مما كان متوقعا في يوليو، حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى يعادل مستويات ما قبل جائحة كورونا عند 3.5%. وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير التوظيف إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية قد ارتفعت بواقع 528 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يونيو بزيادة لتظهر إضافة 398 ألف وظيفة بدلا من 372 ألف. فتحت وول ستريت على انخفاض إذ عززت بيانة قوية للوظائف في يوليو من مخاوف مواصلة المركزي الأمريكي لمسار رفع الحد لأسعار الفائدة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 132.92 نقطة أو 41% عند الفتح. وبدأ المؤشر ستاندرد أند بورز التعاملات على انخفاض قدره 36.7% نقطة أو 87%، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 181.78 نقطة أو 41%.
إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الاقتصادية. عودة مرة أخرى إلى ياسر عبد الستار وسحر ناجي إليكم. شكرا لك زميلتنا آية الكفوري. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمد نوح الذي رحل عن عالمنا في عام 2012 بعد مسيرة فنية حافلة. تخرج في كلية التجارة في جامعة الإسكندرية ثم نال دبلوم معهد الموسيقى العربية ودرس التأليف الموسيقي في جامعة ستانفورد الأمريكية. وصلنا بحضراتكم إلى ختام نشرة السادسة وعليكم أهم ما جاء فيها من أنباء. برغم الأزمة الأوكرانية استمرار تحسن أداء قناة السويس لتحقق 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان ردا على زيارة بيلوسي هي تصعيد غير متناسب وغير مبرر. بوتين يحظر تداول أسهم الشركات الروسية على مواطني ومستثمري الدول غير الصديقة حتى نهاية العام الجاري. بهذه العناوين وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة. شكراً لحسن المتابعة وإلى لقاء جديد.